ضرب حلبة من طابقين. وعليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب أقوى نزال سداسي على أضخم حلبة. نزال سداسي حيكون بين بلابل الدايناميت اللي حيكون بين الجارح واللهيب وبراثن والأمير والشجاع ودايناميت بلير فيزك المدمر. على الخير قبل المزالات اليوم دقيق من رغم الجبل التواني حيكون تحفظ نقص ويتوز نقص فيه جميع دول العالم وجميع طرق الدبع من سفر. ويشكركم مضع على تفاعلكم بعد مقطع عامس اللي عرضت فيه كل بلابلي وقلت لكم انه حيكون في تخطيطات الجمعة البيضة ووصلنا المية طلب في اقل من نص ساعة. يا جماعة الخير نزلت المقطع نص ساعة وصلنا مية طلب، قفلت المتجر بعد رجعت فتحته على طول وكلمت الشباب انه حيكون عنده 50 طلب بعد هذا المقطع فقط بعد ما خلص 50 طلب او حتى نفاذ الكمية بعدها حتخلص تخطيطات الجمعة البيضة. يا جماعة الخير المفروض تخلص من قبل امس ولكن مدتها عشان لكم ويعطيكم ألف عافية على تفاعلكم. ودحين خلونا نبدأ بالنزال السداسي الخرافي. يا جماعة الخير المات البلابل نماطهم مرة كثيرة فكلهم حنلعبهم فيها وجولة بالنمط المنخفض. أما بالنسبة للهيب فحيكون يسار يميني يسار يمين وبس. هذا بالنسبة للمات البلابل. بالنسبة للجارح الحلقة حتكون حتنفك. الجارح براثن دايناميت بليل والشجاع القافز خلينا نكون في العدود. والحلقة فكت يلا الهيب أخبر بالهيب كده حطه كذا ما نام شويش ورجع خرج خرج حلبة من ضربة النيزك المدمر. اوكي انزل على اضخم حلبة وهذا افضل شيء في هذا النزال. بلابل الدينامايت ترى احجامها يعني غير عن باقي البلابل من جد هم اكبر بلابل بيبطل. وفي اول جولة تعادل ثلاثي جماعي ايش هذا؟ سامي بليل الجارح الشجاع نزال سداسي اوكي والضربات الشجاع فعلا رد قفز خلينا نشوف حيفوز. ايش الباس الخرافي هذا؟ والله يا جماعه الخير بيصرف بلابل لما تكون زي كذا كبيره تحس الباس جد قوي. كيف بالجوله الثانيه في هذه الوميضه اللي سابع نقاط الخصم؟ نزال حيكون من افضل نزالات القناه. حطوا يا جماعه الخير انه مقطع اليوم بمشاركه عبد الرحمن اللي سافر تقريبا قاطع شهرين فاكتبوا لنا تحت في الكومنتات كذا اعبارات تحفيزيه لي عشان نبدا افتح قناته بسرعه واقدر اوريكم قناته الاسطوريه. اكيد حتعجبكم هو حكم بمحتوى مختلف ولكن متاكد انها حتعجبكم. والله بلي يا جارح الشجاع وبلي الدم قاعد يصير بينهم بس. اوكي اخيرا فايز ليلو في الجوله الرابعه فاز الجابح الملتهي. وبلي يلا جاء لا جاء خلي يا خشع لا تماسي يلا واو كيف جاء حطم وبلي اللي حطم كمان نزل صف باعي ولا ما طاح كيف نزل صف باعي عظام نوضع ثبتها ثبت كل شيء طاحت يعني. اوكي هذه الجوله حيكون عندها فايز جديد. اوه لا فاز بليل. اوكي نقطة يلا يا جامح يلا بليل يلا يا شجاع بليل حلقة بليلتو من حدود اوه البيس الدرايفة بليك اللي فهمها دور. اوكي وفاز الجامح نقطة ثانية للجامح. طيب الحين الجامح نقطتين الوميض نقطتين وبليل نقطة. فالجولة هذه اللي بعدها هنحاول نخبص البلابل مثل نخلي هذا الدرايفر وهذا الديسك مع الشجاع وكذا يعني نسوي كومبوهات غريبة حبيبكم. هي الحين هي الكومبوهات اللي سويناها واهم كومبوهات توقع كلكم بالحمدين تشوفوهم الجارح القافز بدرايفر الشجاع او الشجاع لما يكون بدرايفر بليل. فمحمد نشوف كيف حتكون هجومه او بليل اذا كان قادر على التحمل او براثن اذا كان بدرايفر الجارح اذا كان دفاعي. فكومبوهات رهيبة محمد حتجيبكم وخلينا الحين نلعب جولتين بهذه الكومبوهات. والله يا جارح القافز انفك الحلقه اللي الجارح موجود. اوكي الجارح هجومي واو صراحه شغله رهيبه ان السي كذا في المقاطع دائما ذات سداسيه. في نص المقطع نبدا نغير في الكومبوهات لما توقف عند دوران وكومبو الجارح فاز. يلا يا جارح فاز براثن. اوكي من خرج الجارح حطمش واو الحلقة اوكي الشجاع جاب حطم وقاعد من هنا وقاعد يدور لحالها.
فاز الجحر والله شكله كومبو خطير هذا يا جماعة الخير من جد والله شكله من أقوى كومبوهات يعني قاعد يفوز بطريقة غريبة. فدحين إحنا ما جعلنا بقطعة الأصلية ولكن حتكون بنمط الهجوم مرتفع. هم كل بلابل الداينامايت الستة في نزالنا اليوم بعد ما غيرناهم لنمط الهجوم المرتفع، ولكن الليفل اللي هو الداينامايت بلير والدينجرس بلير النيزك المدمر ما قدرنا نخليه هجوم مرتفع لأنه أصلا ما ينفع، فغيرت نمط الديسك حقه. أم بالنسبة باقي بلابل شو مثل الشجاع الومير هجوم مرتفع الجارح اللي مرة استغربت يمكن هذه أول مرة أخلي جارح كذا، وفي كان براثن واللهيب. يلا خلينا نبدأ نشوف الحفوز. الشجاع قاعد يعني تحارب وحيده، كل ما الباب يكون طويله انزال يكون حماسي اكثر، ما يكون في بيس والضربات بتجي صوتها قوي وعالي. براد توقف، بليل توقف، الوميض وفاز الهيب. اول جوله فاز الهيب. الشجار الشجار اوكي مين حيفوز؟ فوق الحلقه خرج جحر بحلب الوميض نزل الوميض حج الدنيا الحين. الوميض غريب هذه الحلبه يا اخي، كل ما ينزل وميض يقول يلا بس نزل الاسد حقهم حيفجر حيخلي زي الاسطور، بس بالاخير نزل زي ما هو يعني ما يغير حاجه. كتب في عبد الران وفاز بليل، انا مسكته بالغلط ولكن احسبها بليل. بليل الشجار الشجار يرجع يدخل لا اله الا الله. ثلاثه لا بخرج سام زاد ثلاثه يا اخي. نجح طول شويه ولكن حتنظر الحفوز. اوكي فاز الجارح قفو. انها فكرة عبد الرحمن فانا مال صلاح، فاشوف انت جاهزة بلابلك؟ ايوه يعني نبدا. انا مش جاهز كلها فحاول. ايه محبة خلاص غير قدام هذيك وين؟ الو في ريال قدام يعطيك ورقة. اوه بالحفوز نكمل فاتح حلبة لان نهاية المقطع. الجولة هذه شوية كذا سوقها ولكن الجولة بعدها كذا سوقها. اللي هي فوز. لابد لو طلعت الهجوم منخفض حنكمل نزال. بس شجار مين حيفوز؟ خلاص البلاد مولد. اوه زين. نزال كان حيكون أحلى ببراطن يعني. كان المفروض تمي أول أساسا. كذا والله فكرة عبد الرحمن كانت جيدة. خلاص نزال في الجولة. هذه الجولة في هذا الجارح. الجولة اللي بعدها. نلعب جولة كمان مستحيل نصغر الموضوع لين اصغر شيء وكذا بدون سياج احنا نروح فيها خلاص نروح فيها خلاص شوفوا كذا اللي ينزل تحت اللي يلعب تحت يلا قدام الحين نلعب على اغرب حلبة من طابقين ممكن كم زاد ناري وما في واحد واحد مين؟ الجارح كل جارح موجود قول لي يا جماعة الخير واحد ينط يلا يا شباب لو في واحد قاعد لأنه هي تحت كان هناك كي الجارح الله صامد الجارح كفو يعني ذا التاو خبيص بالخير شكرا على جلسة بعد ما كنتم مشاركين وصلنا للختام شكرا على المشاهدة شكرا المقاطعة الجاية عبد الرحمن اليوم انضم لنا في هذا المقطع أنا الصراحة يعني هذا مع السلامة مين زعلك مين قول لي بس هذاك مزعلك أنا عارف أصلا هو هذاك يعني أوكي يلا السلام عليكم تخيل ما وصل مقطع 8 دقايق والله انا يا جماعه الخير كم لين الحين ساعه ونص قاعد نصور ما له صلاح ابا 8 دقائق